ايضا كل التوفيق لكابتن خالد بيبو اللي هو واحد من اخلص ابناء النادي الاهلي اللي متواجد في النادي تقريبا من يوم ما اعتزل، تدرج في كل مناصب، تدرج في مناصب كثيره جدا، احد او خد خبرات اداريه كبيره الحقيقه، اخرها دبلومه الاداره الرياضيه من الفيفا منذ شهور قليله، ودي على فكره بيستمر فيها الدراسه لمده سنه، واخدها كمان اعتقد كابتن وليد سليمان لو حضراتكم فاكرين. وعايز اتكلم عن بيبو ووليد سليمان، محدش بيختلف عليهم الحقيقه، خصوصا الاثنين من ولاد النادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي ويعني عاشوا فترات طويله جوه النادي الاهلي. كابتن خالد نجم من نجوم النادي الاهلي، حقق بطولات وقدم مواسم وملاحم تاريخيه مع المارد الاحمر كلاعب. على الصعيد الاداري تدرج في مختلف المناصب داخل القلعه الحمراء من بعد الاعتزال، اشتغل فتره قصيره في قناة النادي الأهلي، ثم لجنة اكتشاف المواهب، ثم مديرا للكرة في نادي جاسكو. يعني ولاد النادي غالبا ما بيعرفوش يقعدوا بره، فبيبو رجع النادي الأهلي واشتغل لحد ما وصل انه بقى رئيس قطاع الناشئين، واعتقد ان هو قدم تجربة ناجحة، تجربة ناجحة بكل المقاييس. السنة اللي فاتت واللي قبلها لو حضراتكم للمتابعين لقطاع الناشئين في النادي الأهلي هيعرفوا قد ايه ان هناك فكر جديد من خلال إدارة كرة القدم ولجنة التخطيط ومع كابتن خالد بيبو. ومتواجد الحقيقة كابتن خالد في النادي الأهلي منذ فترة وعارف كل صغيرة وكبيرة. بيبو كابتن خالد بيبو له مكانة خاصة عند جماهير النادي الأهلي، مهمة صعبة، مهمة تقيلة، ولكن ولاد النادي الأهلي على قدر المسؤولية.